هذا البيت مبني قبل 67، هذا للوالد مبني قبل 67 على زمان سيدي. طبعا بقى سيدي ساكن هون، توفى سيدي، اجي ابوي، بعد ابوي طبعا انا موجود هون، يعني الوالد موجود وانا موجود في نفس الوقت. احنا بلش عندنا عمليات الهدم في بداية 1996، اول عمليات الهدم. احنا بكينا عائلة ممتدة نتكون من 8 شباب مع الوالد والوالدة، طبعا متجوزين الثمانية، كل واحد بقى له دار لحاله، باني دار لحاله في قصيف في باطون زي هيك. في بداية 1996 تم عمليات الهدم فيها، بلشوا فينا هدم. هدوا أول مرة في 2006 بلشت العملية الثانية، يعني شغل دمار، دمروا كل المساكن. لأجل هيك أخوتي طبعا انتقلوا لمناطق ثانية، أنا ظليت بنيت، كان عندي غرف برضه قبل 67 موجودات، بنيت هنا، عملت لهم تأهيل وسكنت فيهم والغرف هذول. طبعا في 2015 بنيت غرف باطون، طبعا اجوا هدموها. في اجانب من الاتحاد الاوروبي جرافان سكني بكيت بانيه موجود هون. في 2016 2017 اجوا صدروا، اجوا انطوني في اخطار وانطوني قرار ازاله، انا حليناه، كنا فتره بعيده من محل المكان عشان ما يدمروليش باقي المنشات. في بداية 2019 في 2019 بنينا القرفان، أجوا صدروا. في بداية 2020 أجانا إخطارين، الإخطار الأولاني وقف تدمير آثار، معتبرين هاي المنشآت والأشجار والعمدان الكهرباء إنه قاعد أنا بدمر في آثار، والإخطار الثاني وقف بناء لبراكس لأغنام تربة المواشي. كوب المي قاعد بكلفنا تقريبا بقى يكلفنا 22 شيكل، يجيب لنا اياه سحريج كبير 10 كوب، يجيب لنا اياه من منطقه عين شبله. هسه بعد التلوث اللي صار في منطقه عين شبله لجانا اشترينا تراكتورات تنكات اللي نجيب ميتنا من فتحات قانونيه، معتبرينها هم قانونيه من مكروت او من الابار المي الموجوده هون. عندي 4 أطفال، والدي ووالدتي، وعندي خوات ثنتين موجودات هون. طبعا أنا بشتغل بتربية المواشي، كنت أشتغل عامل عادي في المزارع، هسا بشتغل في تربية المواشي. يعني كعائلة الحمد لله مسطورة، أين عايشين، بنقاوم محل الكوم الظالمين، هينا موجودين هون.